وأيضا إطلاق العنان لقطعان المستوطنين للاعتداء على كل مقدرات الشعب الفلسطيني، على المساجد، على المزارعين، على المارة على الطرق، بقرار إسرائيلي وتحت حماية الجيش الإسرائيلي. يعني هذا ما يجري في محافظات الضفة المختلفة، إضافة لعمليات التوغل والاعتقال والحواجز وكل الممارسات الإسرائيلية. طول كرم النموذج الأخير، وهي واحدة من محافظات فلسطين، هناك اعتداء على أمن المواطن. Maintenant, on va parler sur Toulkarem. وهناك اعتداء على اقتصاد المواطن. Ok, et on trouve les occupants essayent de toujours de détruire la sécurité ici et les économies. بمعنى اعتداء على لقمة العيش. وهناك أيضا اعتداء على صحة المواطن الفلسطيني في هذا المحافظة. الهدف من هذه الفعاليات هو الاطلاع على الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والمعاناة اليومية التي يعيشها من قبل الاحتلال والمتمثلة بالجدار والحواجز وما يصدر من تأثير سلبي من مصانع قشور الموجودة في المحافظة، الذين فضلوا أو آثروا إلا أن يزوروا هذا الموقع بالذات للاهتمام الكبير لهذا الموضوع، حيث كان هناك توصيات في المؤتمر الذي تم عقده في الخليل قبل يومين بأن يكون هناك دعم لقضايا البيئة وقضايا المياه وقضايا التي تخص الحياة اليومية للشعب الفلسطيني من المؤسسات المجتمعية في فرنسا وليس من الحكومة المركزية. وهذا الصعيد كانت هذه الزيارة وهذه التوأمة التي تربطنا مع بلدية بوغني تكون هي رسالة واضحة لإيصال ما يعني هذا الشعب إلى الشعب والجمهور الفرنسي بشكل مباشر.